ألا وهو عفان السعيد، فليتقدم مشكور. أهلا وسهلا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك معنا في حصة مبدعون عن الهامش. على كل حال بدون إطالة، تقدر تعرف روحك للجمهور الكريم. عفوني يا عبد الحموم، شنو نقول لك؟ أنا في الحصة عرضني ربي جزاه ولاباس. أهلا وسهلا بك أخ عفان سعيد. الأخ عفان سعيد على كل حال ما قرينا لكش يعني أشعارك، فإحنا ماذا بينا لو كان تقرأنا بعض الأبيات الشعرية اللي كتبتها في أيامك لما كنت شاب صغير، يعني ربما إذا تقدر تعطينا ربما القصيدة الأولى اللي كتبتها. تاع كي بديت نكتب؟ نعم. اللولانيين كاع؟ نعم. كتبت بزاف أنا على بالك، بس شغل كنت نكتب ما نكتبش عليك، نكتب هاكا سيرتو كي نكون في السطح زمان صيف لا ودارج ليا حاجه كيفاش باش ندعمها ولا باش نبرد، وتجيني هذيك كي تشوف القرامد هاكا وتشوف داك الصهد يطلع تكتب. كتبت خطره تاع وحده لقيت اللي تسمع صحابي كاع قالوا لي انتيك كاع انتيك يعني فور ما تخمخش كاع راسك. داني داني لاك بوش تصوني داني داني طويله تسمى، وعندي جبت معايا واحد اخرين قادر نقراهم لك. نكتب انا شغل نعرف كيف مع عند ربي نحط ستيلو نكمل كيش كان زعما شغل نخمم ونكتب ديال رضا اش في كونتيني ولا كمل كمل. انت ما خاطر ولا انت عايط لي عيط حمشي ما بالك ماديش مأمن باللي عيط. ايها الجمهور الكريم، على كل حال اهلا وسهلا بكم معنا. معنا عفان سعيد اللي راكم شفتوا يعني شفتوا يعني كيفاش تكلم معاكم وتكلم مع ولادكم تو. وسامحوني على كل حال انا شويه تلفت لي خاطش علاش، لانه اول مره في حياتي يعني وين حسيت باللي اللي لازم لي نحبس التنشيط. علاش سامحني كي نتكلم على الجمهور؟ عندي قصيده، عندي قصيده نقراها لك ولا نقراها لك. شوف مانيش مامن واش راهو ولا نقراها لك. هذه واحد الحمى يحلل فيا باش يغنيها. قال لي في بابا كسعيد قلت والله والو بس قاعدين لازمنا واحد يغني فور تاع ما بياش السحور الظلمه، ما بياش الحوش البراني، بيا الفيزا يا ولد ما وعليها راني رايح مولي تسمى بروبليم تاع لي جان. فهم كيف كان اللي قلبه معمر، كان اللي حب يروح، كان حراقه دتر حراقه عندك حراقه، كان اسمه كان دي سجل ما يدنوش ليهم واحد يغني مانيش عارف انا على بصح انا غنيت تسمى علي. عندي وحده تاع دوك نقول لك شت كي هو صحاب قال البحر تبقى وحدك تاع دي كوطاج. عندي وحده وعندي وحده ثانيك واش نادا. ايها الاخوه ايها المشاهدون، مليح من ذاك بنادم لو كان جا سجره، كان جا مثلا بابيون، خاطر بالك حد بالك كارثه كيما هذه يعني راني حاير وش راهو صاري. لو كان جيت سجرة قلت لو كان جيت سجرة موضوع هايل، لو كان جيت سجرة ديروني زربوط ياما، لو كان جيت حبل يربطوني كي الخيوط ياما، اقسم لك بالله غير عطيت الشعر نتاعك كنت قادر تكتب خو يو بعدا واش قلت كلمة بورا سجرة وتاع اخرى اسمع خويا يا اخي الكريم. على كل حال لا سعيد تمشي كريم سعيد والله العظيم غرقت مدلي لي سي جي محل نورمالمون طايح انايا اللي جيت ندير نشاط وانايا اللي قريت الادب وقريت الشعر على راك عارف نستهل انا نورمالمون نعلق روحي انا نورمالمون نغرب طابله بالماء باسكو سيتياسيون غراف سيتياسيون غراف فوالا
نضرب روحي بالكف خايف نوالف ياما ياما نضرب راسي الطبلة وجيني الغمة هبلة ياما ياما نسي جيت ناطرو منك خويا راك الفور. الله يعطيك ما تمنى ان شاء الله ولا ما تنساش بحول الله لا ما تنساش انا عندي اخبار حبيت نوصلها لك حبيت نوصل لك واحد الاخبار بالك ربما يعني تولي شاعر مور هذا الخبر راح نعطيهولك ما تنساش غدوة بحول الله أروح تصلي عليا صلاة الجنازة وإلى اللقاء أيها الشاعر المحبوب الجميل الله يعطيك ما تمنى على اللي ورمت لي الرحمة فعلا. أقسم لك بالله هذا الخطوط لا شوف غدوة النار اللي بطالة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشاعر بارك الله فيك أخي بارك الله فيك ألهمتني غدوة تصلي علي كيما صلاو على الاولين صلاة الجنازة رايحين ياما يا هذيك ياما تتكرر برا يا الاخ ياما تتكرر بارك الله فيك ربي يحفظك ربي يحفظك غدوة نصلي عليه ياما ياما وراك يا الاخ بارك الله فيك على ضرب الرايم شاعر يا